سوق شعبي بسيط لدعم المقاومة في تعز. لا مقاومة بلا دعم أو غطاء شعبي، هكذا ربما يرى القائمون على هذا المشروع البسيط تقنية إنشائه، حيث واحدة من وظائف الشباب تتمثل بالعمل على خلق مصادر دعم للمقاتلين ومحاولة إسنادهم بما يمكن. هنا واحدة من الطرق التي تجسدت بهذا السوق الذي تزوره قيادات ميدانية في المقاومة وينفذه ويشرف عليه مجموعة من الشباب والفتيات ليعود ريعه إلى أفراد المقاومة في جبهات القتال، وبالطبع ليس مالاً وإنما على هيئة احتياجات تغطي متطلباتهم الشخصية، وربما شراء السلاح والأدوية وإمدادهم به. وهو ما يعني في تعز أيضاً في هذه المرحلة الحرجة تحديداً أن كل فرد حاضر في المقاومة على طريقته الخاصة. التفكير في موارد لشباب المقاومة في الجبهات ومن الموارد والطرق للدعم هي فتح مثل هذه الأسواق الشعبية. تصادف المرحلة الثانية من هذا المشروع المتواضع شهر رمضان، ما يجعل من القائمين عليه تقديم متعلقات بهذا الشهر من مأكولات وملابس وبعض الأدوات المنزلية التي يحصل عليها المتسوقون هنا بأسعار زهيدة ومناسبة، وهو ما يدفع ببعض السكان في الأحياء القريبة للحرص على زيارة المكان والتجول في أروقته. يضم المشروع لوحات إعلانية توثق لجميع القوافل المختلفة التي شاركت في إسناد المقاومة بالمتطلبات الطبية والغذائية ورعاية الجرحى وسط الحرب والقصف الذي تشنه ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على سكان المدينة. يظل ثمة مجال للتفكير بابتكار طرق تدر ولو الشيء البسيط لأفراد الجيش الوطني والمقاومة في لحظة ما يزالون يشتكون أنهم منذ شهور يقاتلون دون أي مرتبات أو دعم.